تضامناً مع غزة التي يدخل الحصار فيها عامه العاشر، تظاهر نشطاء وداعمون للقضية الفلسطينية قبالة مكتب رئاسة الوزراء في العاصمة البريطانية لندن، وطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية الأخلاقية وضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار. بدعوة من حملة التضامن الفلسطيني في بريطانيا، تجمع عشرات النشطاء هنا لمطالبة الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال لإنهاء حصارها على قطاع غزة. وصلوا من أماكن مختلفة في المملكة المتحدة للمشاركة في هذه الوقفة التضامنية قبالة مكتب مبنى رئاسة الوزراء في لندن، والتي كان عنوانها أوقفوا حصار غزة. الفعالية تأتي تزامناً مع مرور الذكرى السنوية الثانية للحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر في صيف 2014، وتسببت آنذاك في استشهاد 2200 شخص وتدمير آلاف المنازل نتيجة القصف العنيف. المطالبات تمحورت حول ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بعد أن دخل عامه العاشر، متسبباً في شل أنشطة الحياة بشكل عام في ظل سياسة إغلاق المعابر التي تعيق حركة الأفراد ودخول لائحة كبيرة من المواد الضرورية بما فيها مواد البناء لإعادة إعمار آلاف المنازل المدمرة. الحكومة البريطانية تدعي أنها مع حقوق الشعوب، نحن نطالب بأن تنفذ هذه الأقوال بالأفعال، وأن تطالب الحكومة، حكومة العدوان الإسرائيلية، بفك الحصار عن غزة. وقف تزويد الأسلحة البريطانية ومعدات تكنولوجية إلى الجانب الإسرائيلي كان من بين المطالب التي دعا إليها المتظاهرون، مرددين هتافات مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني في ممارسة حياته بلا قيود الاحتلال. منطالب برفع الحصار عن غزة، منطالب بوقف التواطؤ الغربي مع الكيان الصهيوني، منطالب بفرض المقاطعة الأكاديمية الاقتصادية العسكرية. الفعالية جذبت انتباه المرة والسياح وسط محاولة بعض المؤيدين لإسرائيل إفشالها، حيث تعتبر حملة التضامن الفلسطيني في بريطانيا الأكثر نشاطا وتأثيرا في القارة الأوروبية. يوسف الحلو، التلفزيون العربي، لندن.